زي ما قلت لك يا باشا، ده مش بشرة خير واحدة بقى قبل ماتش الأهلي والترجي التونسي اللي جاي، لا ده قول اتنين وتلاتة وأربعة وتعالى عد معايا يا غالي. أول بشرة خير يا جماعة بقى، بص زي ما كلنا عارفين كده إن طبعًا ماتش الأهلي والترجي التونسي اللي هيتلعب في رادس في تونس الجمعة الجاية إن شاء الله هو بدون جمهور. وطبعًا ليه بقى بدون جمهور؟ علشان أحداث الشغب اللي عملها جمهور الترجي التونسي في ماتش شبيبة القبائل اللي فات في الدور ربع النهائي في بطولة أفريقيا. وبالتالي الكاف عاقبهم بحرمانهم 4 ماتشات يلعبوا على أرضهم 4 ماتشات ولكن بدون جمهور. وخلي بالك ان العقوبة دي لسه بقى فيها كلام وممكن تتصعب شوية. خد بقى يا باشا معايا بقى ايه البشرة التانية. البشرة التانية هو اصابة الحارس معتز بن شريفة، الحارس الاساسي للترجي التونسي يا جماعة اتصاب وهيلعب الحارس الاحتياطي.